انا قبل ما اقرا النص كلمني الاستاذ طارق العريان وحكى لي فيه الاطوال دائما بعيده عن بعض. اللي بيشدني بالطرق هو بعده عني، وصراحة الأدوار اللي تشرف فيها مساحة جميلة أحيانا الممثل إنه يستخدم أدوات له زمان ما طلعها. أنت طمعان في الجنة ولا في السلطة؟ أنا عملت هذا الإرهابي ماله انتماء لوطن، كل المشاهد صعبة، بس طبعا في مشاهد أصعب من مشاهد، يعني مشاهد الفايتنج بتاع المترو. أنا كنت يعني عايز أعمل ملمح للشخصية قاسي، دورنا على أصبع مناسب فلقينا هذا الأصبع اللي فعلا شكله حلو وتلخش شوي. أنا هجيب عليها وطيها. الشهادة أول نصر.